النهاردة الخميس الدائرة 9 تعويضات في محكمة جنوب القاهرة أجلت أولى جلسات الدعوة رقم 721 ل 2018، تعويضات كل جنوب القاهرة أجلتها لجلسة 8 نوفمبر 2018 المقامة من الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي بالنقد ضد قطر، دولة قطر. في أهالي من شهداء الواجب الوطني عندنا في مصر هنا الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب طلبوا بالتعويض المادي جراء الأضرار التي أصابتهم، وكنا اتكلمنا سابقا هنا في مساء دريم عن هذه الدعوة المقامة. الحقيقة أنه دكتور حافظ أبو سعد أكد أنه في توافر أدلة موجود بتفيد بدعم قطر لجماعة الإخوان اللي بتقوم بهذه العمليات الإرهابية المسلحة ومرتبطة بها زي حركة حسم طبعا زي الحركات الأخرى والعقاب الثوري وكتير من الحركات المسلحة اللي بيقوموا بيها عمليات إرهابية في مصر. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم، أهلا بيك. إيه اللي حصل النهاردة يا فندم ويعني إيه هي الأدلة اللي إحنا ربما مستندين عليها في دعوتنا ضد النظام القطري كنظام داعم للإرهاب؟ النهارده كانت الجلسه الاولى في دعوى التعويض اللي احنا رفعناها بالنيابه عن اسر وورثه شهداء الواجب من العسكريين والمدنيين، منهم الشيخ عيسى من اهالي سيناء اللي بنسميه الشهيد الحي لانه اصيب بطلقات ثم تم انقاذه طبيا. ففي الحقيقه الجلسه الاولى كان لنا طلبات محدده المحكمه سجلتها واستجابت ليها، منها ضم قضايا من مكتب السيد النائب العام المتعلقه بالحوادث اللي سقط فيها هؤلاء الشهداء واللي متهم فيها تنظيمات زي ما اشرت حضرتك حسم ولواء الثوره، وايضا وهي تنظيمات معروف انتمائها وتمويلها من وفقا لهذه القضايا من جهات في قطر، وبالتالي فتلتزم قطر هنا بالتعويض باعتبارها ان هذا الخطا الذي ادى الى هذا الضرر تسبب في ضرر المواطن المصري ووقع على ارض مصر، وبالتالي في اختصاص للقضاء المصري في هذا الامر. وبالتالي كان عندنا انضمام 3 من اسر ضحايا الشهداء وانضموا في القضيه، ثم طلبنا ان احنا نطلب اصدار اوراق من مكتب السيد النائب العام باعتباره الامين على الدعوه الجنائيه وكل القضايا اللي فيها عمليات ارهابيه في مكتبه، وبالتالي نطلب بضم هذه القضايا الى المحكمه. ثم بعد ذلك هنبدا بقى في تقديم ما لدينا من ادله بجانب الادله الموجوده، وهي طبعا كثيره في الحقيقه وتثبت بما يدع مجال الشك تورط قيادات قطريه والحكومه القطريه في تمويل تنظيمات مسلحه في مصر وتنظيمات ارهابيه، وهو بيعتبر انه في خلاف في وجهات النظر ان هو تمويل ودعم هذه الجماعات هو ده دعم الجماعات السياسيه، وده اللي قايله حتى امير قطر قدام الامم المتحده، بينما الحكومه المصريه وكثير من دول العالم متبنى فكره ان هذا دعم لتنظيمات ارهابيه وتهديد للامن والسلامه وتهديد للمواطنين وتهديد لمؤسسات الدوله، وفي الحقيقه دون ان تدفع قطر الثمن. يعني بنشتغل على ده وبنشتغل في نفس الوقت في انه الامم المتحده لابد ان تصدر قرارات بشان الدول الداعمه للارهاب عشان تعاقبها على مثل هذا، لكن اما وان ده لسه ما صدرش فاحنا الجزء المتعلق بينا هو طلب التعويض، وان شاء الله ربنا يوفقنا في الزام قطر بدفع تعويضات لهؤلاء المصريين. طب ممكن اسال سؤال يا دكتور حافظ، واحنا بنتكلم على انه قد ايه نظام قطر بذراعه الاعلامي طبعا المعروف باسلحته بدعمه للجماعات دي ساهم في تمويل هذه العمليات الارهابيه ضد ابنائنا من الجيش والشرطه وحتى المدنيين وكل الكلام ده. برضه هنا ممكن حد يجي يا فندم يسال يقول لحضرتك طب بخصوص المصريين اللي في قطر اللي طالعين على منابر إعلامية طبعا تنضم لجماعات الإخوان، الواحد منهم طلع بشكل واضح وصريح يقول أنا بقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل، وبقول لكل أم ضابط جيش أو شرطة في مصر جوزك أو ابنك هيتقتل، وتهديد مباشر. ده يا فندم إلى أي مدى برضو ممكن يكون جزء مكمل للفكرة اللي احنا بنتكلم عليها انه هناك تحريض مباشر على الدولة المصرية بمؤسساتها وتحديدا على الجيش والشرطة؟ في الحقيقة ده كان محل نقاش اللي حضرتك ذكرتيه بالضبط، كان بالامس قبل يعني الجلسة صباحا، فكنا بنناقش فكرة المؤسسات الاعلامية التي ساهمت بالتحريض في ارتكاب جرائم ضد الضباط، وخدنا نماذج زي ما حضرتك اشرتي بعض المذيعين وبعض الشخصيات من على منبر الجزيرة ومن على منابر أخرى
تحدثوا على استهداف ضباط الشرطه، تحدثوا على استهداف ضباط الجيش، تحدثوا على استهداف معسكرات. بالعكس في بعض الاحيان كانوا شركاء، لانه في الوقت اللي كانت العمليه بتتنفذ في شمال سيناء في استهداف الكتيبه 103 مثلا، كانت على الهواء في قناه الجزيره على الهواء في نفس التوقيت. ده معناه ان هناك ترتيبات لوجستيه تمت عشان يبقى تفجير والاستهداف للكتيبه يبقى في نفس التوقيت قادر بيوزع على الهواء. وبالتالي فعلا احنا في فريق الدفاع متبني فكره اضافه اطراف اخرى زي قناه الجزيره وبعض الجهات التي قامت بالتحريض ارتكاب جرائم الهابيه في مصر. بشكرك جزيل الشكر، كل التوفيق لحضراتكم دكتور حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان.